الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين صل على محمد وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا صدق الله العلي العظيم. المألوف مقبول، وغير المألوف مرفوض. هذا لسان حال البشر. إحدى المشاكل الكبرى في البشر هي مشكلة الجهل. القرآن الكريم يقول عن الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليس جاهلا، جهول. الشيء الذي يكون مألوفا عند الإنسان فهو مقبول حتى لو كان باطلا. هذا واقع البشر، أكثر البشر. الشيء غير المألوف فهو مرفوض حتى لو كان حقا. والغريب أن البشر مع هذا التقدم العلمي، مع هذا التقدم التكنولوجي، بعد أن رأى أنه كان مخطئاً مئات وآلاف المرات قبل 50 سنة، كثير من الأشياء الموجودة اليوم ما كانت موجودة، كانت غير مألوفة وكانت مرفوضة. اليوم عرف البشر أن هذه الأشياء غير مرفوضة، صحيحة، بديهية. بعد هذه الأشياء الكثيرة التي جربها البشر، أشياء غير مألوفة ولكنها كانت واقع، سابقا كانت غير مألوفة وكانت مرفوضة، كفى،
ليس كل شيء غير مألوف غلط، لا، لا زال البشر يعيش في هذه المشكلة. غير المألوف مرفوض. إحدى الأمور غير المألوفة المرفوضة من قبل كثير من البشر هي فكرة في صميم البشر موجودة ولكن البشر يرفضها، فكرة المهدي الموعود الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. هذه الفكرة أولا هي موجودة في ضمير الإنسان، الإنسان بضميره يذعن بهذه الفكرة، بأصل الفكرة، فكرة وجود مصلح. ثانيا هذه الفكرة لا تتنافى مع الأديان السماوية، بل الأديان السماوية متفقة عليها. ثالثا هذه الفكرة لا تتنافى حتى مع الأمم التي لا تدين بالأديان السماوية، يذعنون بأن هذا الظلم له نهاية. فكرة موافقة مع ضمير الإنسان، موافقة مع الأديان السماوية، موافقة مع ما يعتقده البشر حتى غير المتدينين بالأديان السماوية، ولكن العالم ينهال على هذه الفكرة بسهامه، ينهال على هذه الفكرة بالضرب. العالم يرفض، يشكك، يستشكل مئات الإشكالات. لماذا؟ أنت تعتقد بأصل هذه الفكرة، هذه الفكرة لنا تفسير لها، لماذا تستشكل؟ أنت جزء هذه المجموعة التي تعتقد بهذه الفكرة. حاول تصل إلى نتيجة؟ لا، حرب، تشكيك. تشكيك بماذا؟ بأشياء أنت ابحث عن حلها، لا تستشكل علي وتنتظر أنا أحل هذه الإشكالات أبدا. إشكالات، تشكيكات. لا أريد أن أفتش ما وراء هذه التشكيكات، وأن وراء هذه التشكيكات سياسات، هذا موضوع ثاني، ولكن هذه مشكلة. تشكيكات من داخل المسلمين، تشكيكات من خارج المسلمين. أتوقف عند إشكال واحد هذا اليوم إن شاء الله تعالى. مهديكم سيظهر بالسيف، كيف يتمكن أن يجابه بالسيف هذه القدرات العسكرية، هذه الأسلحة المتطورة، هذه الأسلحة المدمرة؟ كيف يمكن؟ هذا ضرب من الخيال. أولاً هذا الإشكال ليس إشكالاً جديداً، هذا الإشكال كان من زمن إبراهيم الخليل عليه وعلى النبي وعليه الصلاة والسلام. في أيام نمرود ما كان الناس يصدقون بأن شخصا يتمكن أن يقف أمام نمرود. كانت هناك وعود من قبل الرسل السابقين وعلى رأسهم نوح النبي، ولكن طالت الفترة، حصل يأس مع تطور قدراته، قدرات نمرود، أو لا نقول تطور قدراته، كثرة قدراته، إلى أن جاء الخليل
ووقف أمامه وتمكن منه. هذا الإشكال كان موجودا في أيام فرعون. فرعون لا متطور، فرعون ما كان مثل نمرود. نمرود ما كان له جيش مدرب، فرعون كان له جيش مدرب. ما كان يتمكن شخص أن يقف أمامه، لا أمم ما كانت تتمكن أن تقف أمامه. فكيف بشخص جيش مدرب منظم؟ بالإضافة إلى الجيش كانت السحرة بخدمته، والسحر آنذاك كان في قمته. بالإضافة إلى ذلك استخدم علماء لعله بالعشرات لعله بالمئات في شتى أبعاد العلم المادي. تعلمون يقولون هكذا أنه علماء زمن فرعون كانوا قد توصلوا إلى أشياء نحن اليوم لا نعرفها. في بعض الأبعاد كانوا أكثر تطوراً منا في هذا الزمن. يقولون هناك علائم يذكرونها، لعلكم قرأتم عن بعض هذه العلائم في الأشياء التي صنعها أولئك العلماء، تدل على أننا في يومنا هذا ما توصلنا إلى هذه الأمور. فرعون بهذه القدرات الجبارة، جيش قوي، سحر قوي، علماء كبار، يتمكن شخص أن يقف أمامه؟ تتمكن أمم أن تقف أمامه؟ حصل للناس اليأس، كيف يتمكن شخص أن يقف أمام هذا الجيش الجرار القوي من جميع الجهات أو من جهات عديدة؟ إلى أن جاء موسى بن عمران فنسفه نسفا، أباد كل كيان فرعون. في أيام الجاهلية أمة تعيش في مستنقع، أجلكم الله، لا تعيش في مستنقعات في مجال العقيدة، في الحضيض، في المستنقع، في المجال الروحاني، في الحضيض، في مستنقع، في المجال المادي، في الحضيض، عقليا في الحضيض، علميا في الحضيض. أمة تعيش في مستنقعات وهي لا تريد أن تنجو من هذه المستنقعات. المشكلة هذه يعني ليست فقط مشكلة علمية، مشكلة عقلية، تخلف عقلي، تريد أن تعيش في هذا الوضع، تعيش في الظلمة ولا تريد أن تخرج إلى النور، حتى لو رأت النور لا تريد أن تخرج إلى النور. التوحش كان عندهم فضيلة، الرحمة كانت عندهم رذيلة. أمة هكذا، هذه الأمة في هذا الوضع يتمكن أحد أن ينجيها، أن ينتشلها من هذا المستنقع؟ ممكن أصلاً؟ مشكلة واحدة، مشكلتان، ثلاثة، عشرة، سياسية مشكلة فقط يحل المشكلة السياسية هذا الشخص؟ مشكلة فقط اقتصادية يحل هذا المصلح المشكلة الاقتصادية؟ لا، في كل الأبعاد مشكلة. أذلة خاسئين، كما قالت الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها في وصف تلك الأمة. ممكن حتى المؤمنين حصل عندهم يأس. أن يتمكن أحد؟ لا، أن تتمكن جماهير أن تخرج هذه الأمة من هذه المستنقعات، تخرج هذه الأمة من الظلمات، إلى أن جاء النور، نور حبيب الله، نور رسول الله، خاتم الأنبياء صلى
لهم، أخرجهم، علمهم، رباهم، هذبهم، صنع من هذه الأمة التي لعلها لم تكن في الأمم السابقة أمة متخلفة مثل هذه الأمة، صنع من هذه الأمة عباقرة في تاريخ البشر لا نظير لهم. يأس، هذا اليأس كان موجودا. كيف يمكن؟ كيف يتمكن؟ نعم، هذه الإشكالات كانت، ليس إشكالا جديدا. وهذا حفيده سيظهر وينتشل العالم من هذه المستنقعات، كما انتشل جده صلى الله عليه وآله أمته من تلك المستنقعات. ولكن كيف ينتصر بالسيف على الرؤوس النووية، على الأسلحة الفتاكة القوية؟ أولاً، مهدينا هذا أرواح العالمين فداه، صحيح يظهر بالسيف، ولكن أنت المستشكل، هل تعلم من هو أول من يقبل يده؟ أول شخص بعد أن يظهر هذا الإمام أرواح العالمين فداه، أول شخص يأتي ويقبل يد الإمام هو جبرائيل. تعلم ماذا يعني تقبيل جبرائيل يد الإمام الشريفة؟ يعني يقول له بلسان الحال، بل بلسان القال، يقول له: سيدي، أنا رهن إشارتك، أنا بخدمتك. الرؤوس النووية تتمكن أن تقف أمام جبرائيل؟ الأسلحة الفتاكة؟ لا، كل قدرات كل البشر، مع كل قدرات كل الجن، مع كل قدرات كل الحيوانات، مع كل قدرات كل المخلوقات الأخرى. إذا أراد جبرائيل أن ينسف كل تلك القدرات، بإشارة إصبعه ينسفها. ذي قوة عند ذي العرش، القرآن يقول ذي قوة، صاحب قوة. القرآن الذي يستصغر بجميع قدرات البشر يقول عن جبرائيل: ذي قوة عند ذي العرش، مكين مطاع. هذا واحد من خدام الإمام المهدي المنتظر. بعد ذلك أيضا تتساءل كيف ينتصر؟ هذا واحد من خدامه. الإمام أرواح العالمين فداه له جيوش، جيش من جيوشه جيش الملائكة، جيش من جيوشه جيش البشر، أكثر من 10 على ما ببالي، قبل سنوات لعله أكثر من 10 سنوات مرة تحدثت عن هذا الموضوع، عن جيوش الإمام، أكثر من 10 أصناف من الجيش عنده. حتى جيشه من البشر ليس جيشا عاديا، أناس استثنائيون أساسا في قدراتهم الجسمانية، استثنائيون. لماذا له فلسفة؟ لا علي الآن. قدرات أجسامهم قدرات استثنائية، إطاعتهم لمولاهم، الوصف المذكور في الروايات الشريفة لإطاعة جيش الإمام البشري
للإمام إطاعة ما رأيتها في كل حياتك ولا سمعت مثلها في كل حياتك. إطاعة مطلقة، عندما أقول مطلقة يعني مطلقة، ما رأيت أحدا يطيع أحدا مثل إطاعة أصحاب الإمام للإمام، مطلقة مطلقة. ثم هؤلاء عندهم أسلحة، ما هو سلاحهم؟ سلاحهم السيف، ولكن أي سيف هذا؟ في حديث شريف، لهم، لعله هذا نص الحديث، لهم سيوف من حديد غير هذا الحديد، إذا ضرب أحدهم بسيفه جبلا لقده. هذا جيشه البشري، ناهيك عن جيوش أخرى. ثانيا، المصلحون الإلهيون جاءوا بمفاجآت، فاجأوا الأعداء، انتصروا. إحدى أسباب انتصارهم مفاجآتهم. نوح انتصر، جاء بماذا؟ بمفاجأة، الطوفان، المياه غطت الكرة الأرضية كلها. كل حسابات الأعداء ذابت. إبراهيم الخليل كيف انتصر؟ جاء بمفاجأة، هم جمعوا كل قدراتهم في هذه السلة، خلاص يحرقونه، وإذا يبدل النار المحرقة إلى برد، مكان بارد، فاجأهم كل قدراتهم ذابت. موسى بن عمران جاء أمام فرعون وأمام قدرات فرعون، نسف كل قدرات فرعون، كل جيش فرعون، كل سحرة فرعون، كل علماء فرعون، نسفهم بعصا، عصا عادية غير مصنعة، عصا عادية، جاء بمفاجأة، فاجأهم. هم عندهم جيش جرار، عندهم عشرات أو مئات من السحرة، علماء بالمئات، وإذا بعصا ينسف كل وجودهم. عيسى بن مريم جاء بمفاجأة، الطب كان في قمته، الطب قبل ذلك اليوم ما وصل إلى ذلك المستوى، وبعد ذلك اليوم أيضا ما وصل، الطب نزل. الطب في زمن عيسى كان استثنائيا. جاء عيسى ابن مريم، جاء بمفاجأة، مفاجآت، أحيا الأموات الذين كانوا قد ماتوا قبل أكثر من 1000 سنة، أصبحوا ترابا، أحياهم لا بمادة، بإشارة. خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، ما جاء بمفاجأة، جاء بمفاجآت كثيرة، صغريات مفاجآته، المفاجآت الصغرى لرسول الله شق القمر. المفاجآت المتوسطة مفاجآت علمية روحانية، المفاجأة الكبرى الثقلان، الكتاب والعتر، معجزة رسول الله علي بن أبي طالب. وهذا المولى حفيد ذلك المولى، هذا المولى أيضا سيأتي بالمفاجآت. الرؤوس النووية تتكلم عنها،
ما هي مفاجآته؟ لا أعلم. إن كنا نعلم أنها ما هي فما تصبح مفاجأة. نعم، نحن كشيعة أعلم كل الأمم بالنسبة إلى هذا المصلح، نعرف تفاصيل كثيرة عن هذا المصلح لا يعرفها أحد، وذلك ببركة روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ذكرت بعض المفاجآت إجمالا، ولكن تفصيل ذلك لا نعرف، وإلا لما بقيت المفاجأة مفاجأة. سيفاجئ، كما أن المصلحين السابقين من الأنبياء والرسل والأوصياء فاجأوا، عندهم مفاجآت كثيرة. ثالثا، هناك شيء يمتلكه هذا الإمام أرواح العالمين فداه، فيه، دققوا في الكلمة، فيه جميع قدرات الكون. جميع، عندما أقول جميع يعني جميع، عنده شيء فيه جميع قدرات الكون، يعني عنده شيء مسبب لجميع المسببات. هناك أسباب ومسببات، صحيح؟ هذا الشيء سبب لذلك الشيء، النار سبب للإحراق، الثلج سبب للتبريد مثلا، السم سبب للموت، الدواء سبب للشفاء، هذه أسباب. عنده شيء سبب لجميع المسببات، ما هو هذا الشيء؟ إرادته. إرادة الإمام سبب لجميع المسببات، يعني النار تحرق، الشمس تحرق، إرادة الإمام تحرق، الثلج يبرد، إرادة الإمام تبرد، السم يقتل، إرادة الإمام تقتل، الشيء الفلاني يسبب الإحياء، إرادة الإمام تسبب الإحياء. ما هي المسبب؟ طبعا لا بالصورة التي ذكرتها أنا، القضية ليست عرضية، قضية طولية، لا أريد أن أدخل في التفاصيل، ولكن إرادة الإمام أرواح العالمين فداه هي سبب لجميع المسببات. وكل شيء، القرآن لا يقول وعلم كل شيء أحصيناه في إمام مبين، القرآن يقول وكل شيء. صحيح، العلم من الأشياء، علم كل شيء أحصيناه في إمام مبين، صحيح، ولكن القرآن يقول وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قدرات الكون كل شيء، من ضمن كل شيء أحصيناه في إمام مبين. عنده إرادة، بإرادته لا يحتاج لا إلى جبرائيل، لا يحتاج إلى الملائكة، لا يحتاج إلى الجنود، لا يحتاج إلى الجيش، عنده إرادته. رابعا، فوق كل ذلك، إرادة الله يا أخي، ونريد، الله يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. نريد، الله يريد. تتكلم معي عن رؤوس نووية؟ أنا أقول إرادة الله، أقول إرادة ولي الله المرتبطة بإرادة الله. ما هي الأسلحة الفتاكة؟ شيء لا يذكر أصلا في هذا المجال، بعوضة أمام طوفان. ملائكة الله العظام لو أرادوا أن يقفوا أمام إرادة، لو، وهذا لن يحصل، لو أرادوا أن يقفوا أمام إرادة الإمام لا يتمكنون. أعيد كلامي، المفترض أن العالم يحاول أن يحل هذه الإشكالات، لا أن يستشكل بهذه الإشكالات المضحكة، الضحلة، الضعيفة. نعم، لو كنت أتحدث معك عن إنسان عادي
يريد أن يقف أمام كل هذه القدرات، نعم عند ذلك استشكل عليه. أما أنا أتحدث معك عن إنسان إلهي، عمن قال هو أرواح العالمين فداه، هو قال قلوبنا أوعية لمشيئة الله، عن هكذا شخص نتحدث. عندك إشكال تفضل، إشكال يتناسب مع هكذا شخص. أختم حديثي برواية شريفة. هذا الحديث رواه الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتاب كمال الدين وتمام النعمة بسند صحيح على الأصح، عن أبي الحسين الأسدي. أبو الحسين الأسدي من أبواب الإمام، كان هناك سفراء أربعة، هم النواب الأربعة سلام الله عليهم، وكان هناك أبواب أناس وكلاء لنسميهم وكلاء من الدرجة الثانية للناحية المقدسة، يعبر عنهم بالأبواب، فقهاء كبار هؤلاء الثقات في القمة، أحدهم أبو الحسين الأسدي محمد بن جعفر الأسدي. هذه الرواية يرويها الشيخ الصدوق رضوان الله عليه بواسطتين ثقتين عن أبي الحسين الأسدي. قبل أن أقرأ لكم هذه الرواية الشريفة، إخواني، مرة شخص يرتكب معصية، هذا إنسان الذي يتجاهر بالمعصية هذا إنسان فاسق، ولكن لا يقال عنه أنه عليه لعنة الله، فاسق يوم القيامة من الممكن أن يدخل إلى نار جهنم، ولكن التعبير باللعنة عادة تكون عن أشياء أشد. الذي يرتكب معصية ويعرف أنها معصية ويعترف بأنها معصية يقول أنا إنسان فاسق، هذا الشخص فاسق. الأسوأ من هذا الشخص الذي وردت روايات عديدة بلعنه هو من يستحل الحرام، لا يرتكب الحرام فقط، يستحل الحرام، يعتبر الحرام شيئا حلالا. مرة والعياذ بالله تعالى، والعياذ بالله تعالى، أجلكم الله جميعا، شخص يشرب أجلكم الله الخمر، هذا إنسان فاسق، إنسان يرتكب معصية كبيرة، مرة والعياذ، ولكنه يقول أنا أعرف أنه حرام وأشرب، والعياذ بالله تعالى. مرة شخص يشرب الخمر والعياذ بالله تعالى ويستحل شرب الخمر، هذا عليه لعنة الله، وردت روايات عديدة بلعنه. صحيح. الآن أقرأ لكم الرواية الشريفة. أبو الحسين الأسدي يقول، أبو الحسين الأسدي أحد الأبواب، الأبواب كثيرا ما كانوا الواسطة بين النواب الأربعة وبين الناس، كثيرا ما كانوا يوصلون الرسائل للنواب الأربعة، النواب الأربعة يوصلون الرسائل للناحية المقدسة ويجيبون ويأتون بالأجوبة من الناحية المقدسة إلى الأبواب، من الأبواب إلى الناس المؤمنين. أبو الحسين الأسدي يقول أنا ما كتبت رسالة إلى الناحية المقدسة، جاءتني رسالة من دون سؤال. ما هي الرسالة؟ قال أبو الحسين الأسدي، ورد علي توقيع من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري، محمد بن عثمان النائب الثاني للناحية المقدسة تعرفون، جاءتني رسالة توقيع، توقيع شريف من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه، ابتداء لم يتقدمه سؤال، بدون سؤال جاءتني رسالة. الإمام يريد أن يبين له شيئا. نص الرسالة هذه: بسم الله الرحمن الرحيم، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من استحل من مالنا درهما. العياذ بالله تعالى. العبارة ما هي؟ من استحل من مالنا، لا من أكل مالنا، الذي يأكل مالهم فاسق، أما الذي يأكل ويقول هو حلال هذا لعنة الله عليه.
قال أبو الحسين الأسدي رضي الله عنه: فوقع في نفسي أن ذلك في من استحل من مال الناحية درهما دون من أكل منه غير مستحل له. هذا بالنسبة إلى من استحل هذا المال، وهذا خاص بمن استحل مال الإمام، من استحل أي حرام فعليه لعنة الله، هذا ليس خاصا بالإمام. يقول: خطر ببالي هذا الشيء، أنا جالس قرأت الرسالة خطر ببالي، فوقع في نفسي أن ذلك في من استحل من مال الناحية المقدسة درهما دون من أكل منه غير مستحل له. وقلت في نفسي أن ذلك في جميع من استحل محرما، في جميع من استحل محرما، كل من يستحل محرما فعليه لعنة الله، فأي فضل في ذلك للحجة على غيره؟ ما صار فرق، كل من استحل أي مال فعليه لعنة الله. هذا الشيء خطر ببالي فقط، وقع في نفسي فقط. قال: بمجرد ما هذا الشيء خطر ببالي، قال أبو الحسين الأسدي: فوالذي بعث محمدا بالحق بشيرا. لقد نظرت بعد ذلك في التوقيع فوجدته قد انقلب إلى ما وقع في نفسي. بسم الله الرحمن الرحيم، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهما حراما. فكر فقط، رسالة بيده، خطر بباله شيء، وقع في نفسه فقط شيء. الإمام قرأ ما وقع في نفسه وغير الرسالة، غير كلمة، أضاف كلمة، كلمة أخذها استحال، جعل مكان كلمة أكل، أضاف في آخر العبارة كلمة حراما. الرسالة بيده. لا، هناك فرق بين الإمام وبين غيره، هناك فرق. الذي يأكل أموال الناس هذا فاسق، ولكن الذي يأكل درهما حراما من أموال الناحية المقدسة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا فرق. الإمام هذا نموذج من مئات النماذج الواردة في رواياتنا، وهي أكثر مما هو وارد، الباقية في مصادرنا هي مئات. يقرأ ما في الضمائر، يغير من بعد كلمة فيها تلخص هذه الفقرة: صاحب العصر والزمان، صاحب الزمان. يعني ماذا صاحب العصر والزمان؟ بيده كل شيء. والحديث بإذن الله سبحانه وتعالى صلى. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآل محمد. وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها،
وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن أمير المؤمنين